وحول رفض الإطار التنسيقي المهلة التي أعطاها الصدر لحل أزمة تشكيل الحكومة، انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أهلا بك معنا أستاذ بهاء. المسائل حضرتك حياكم الله أستاذ بهاء. يعني رفض الإطار التنسيقي المهلة التي أعلن عنها مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة، كيف تقرأ موقف الإطار التنسيقي بعد مرور كل هذه المدة على إعلان الصدر عن هذه المهلة؟ بداية تحياتي لحضرتك ولمشاهدينا الكرام. الإطار التنسيقي يعلم جيدا بأن المهلة التي أعطاها السيد الصدر للإطار التنسيقي هو نوع من يعني الالتفاف السياسي، أو خلينا نسميها المناورة السياسية، حتى يضعهم أمام الأمر الواقع باستحالة تشكيل حكومة من دون الصدر ومن دون كتلة التيار الصدري، أو باستحالة وصولهم إلى اتفاق مع الكتل اللي اتحد مع السيد مقتدى الصدر بالتحالف الثلاثي. هذا الأمر هم يعلمون جيدا بأنهم لا يستطيعون تشكيل حكومة من دون الصدر، وهذا هم اللي يبحثون عنه. جماعة الإطار يبحثون عن ما يسمى بالأغلبية الشيعية، هم يريدون التحالف مع مقتدى الصدر، لكن وجود خلافات جوهرية حقيقية بين الإطار والتيار هو ما يحول دون هذا الأمر. هذا الموضوع يحدده مدى تمسك التحالف الثلاثي بموقفه وتماسك تحالف قوي داخل البرلمان، أعتقد 182 مقعد. هذا التحالف كلما تمسك أكثر كلما عجز الإطار عن تشكيل حكومة أو المضي في تشكيل حكومة، وهو أساسا ما يبحث عنه مقتدى الصدر حاليا. طيب، إلى أي مدى ترى أن المهلة التي أعلنها الصدر هي بالفعل يعني بمثابة تحدي للإطار، وهل لا يزال الصدر فعلا قادرا على الحديث عن الكتلة الأكبر بعد فشل كتلته 3 مرات في عقد جلسة للبرلمان؟ سيد بهاء تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، لا أدري، أعيد عليك السؤال. أنا جبت على السؤال. نعم، طيب أسألك، إلى أي مدى ترى أن المهلة التي حددها الصدر تعد بمثابة تحدي للإطار، وهل لا يزال الصدر فعلا قادرا على يعني الحديث عن الكتلة الأكبر بعد فشل كتلته في يعني 3 مرات في عقد جلسة للبرلمان؟ فشل التحالف الثلاثي في عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية ليس من خلال يعني لا يعزو السبب الى عجزه عن جمع المقاعد اللازمه، لكن اختيار رئيس الجمهوريه مشروط بحضور الثلثين كنصاب لاختيار رئيس الجمهوريه، وهذا ما اعتمد عليه الاطار التنسيقي بتعطيل جلسات البرلمان ومنع ترشيح اختيار رئيس الجمهوريه. هذا الامر لا علاقة له بموضوع الكتلة الأكبر. اللي صار هو بالعكس، هو أثبت لحد الآن بأنه هذا التحالف الثلاثي بقيادة التيار الصدري حاليا هو فعلا هو الكتلة الأكبر اللي كانوا يعولون عليها ما قبل الانتخابات، أنه يصير لديهم كتلة أكبر. التحالف اللي جمعه مقتدى الصدر حاليا يمثل 182 مقعد، وهذا بالتحديد يمثل الكتلة الأكبر، ولا مشكلة لديه في اختيار رئيس الوزراء أصلا، لأنه اختيار رئيس الوزراء لا يعتمد على الثلثين وإنما 50+1، بالتالي بإمكانه. لكن المعضلة الآن، العقدة اللي حطوها في المنشار هي عقدة ثلثين، هذه اللي يعتمد عليها حاليا الإطار التنسيقي لتعطيل العملية السياسية للحفاظ على مكاسبه القديمة اللي سبقها من 2003 ولحد الآن. لكن حتى هذا إذا ما وصلوا إلى يعني نتيجة معينة، هذا يضع الإطار التنسيقي في زاوية، ويضع التحالف الثلاثي من موقع قوة، سيتحدث من موقع قوة، لكن كل هذا مرتبط بمدى تماسك هذا التحالف الثلاثي أمام ضغوط الإطار التنسيقي. نعم، يعني الإطار التنسيقي من جهته صرح بأنه غير معني كما تعلم بمدد زمنية تؤدي لإطالة أمد الانسداد السياسي. السؤال هنا إذن، أين دستور العملية السياسية الذي أتى بتلك الأحزاب المتصارعة على السلطة الآن، وما نص عليه من مدد إلزامية؟
الدستور هي هذه ليست المرة الأولى أن يتم باختراق خرق الدستور واختراق المدة الدستورية، وسبق هذا الأمر يعني كثير، حتى في استلام السيد مصطفى الكاظمي للحكومة جاء بعد فراغ دستوري تقريبا أكثر من شهر بعد اعتذار السيد محمد توفيق علاوي عن تشكيل حكومة يعني قبل مصطفى الكاظمي. المهل الدستورية اللي موجودة هم لا يعترفون بها إطلاقا ولا يعترفون أساسا في الدستور، هم يعودون إلى الدستور فقط عند النقاط اللي تضمن مصالحهم اللي يقرها الدستور كمصالح للأحزاب، هذا هم اللي يرجعون إليه ويحافظون عليه. أما مدة دستورية وكذا يعني ما يعترفون بها إطلاقا، هم عندهم المصلحة الحزبية والمصلحة الشخصية هي الأهم. موضوع الدستور هذا يحتاجه فقط عندما يتعلق الأمر بمصالحهم، وسبق لهم ولهم سوابق كثيرة من 2003 ولحد الآن كثير خرقوا الدستور ولا يوجد من يحاسبهم على ما يفعلوه. يعني هذا الدستور مجرد حبر على ورق أمامه. نعم، مع هذا التحارب والصراع المستمر وفشل عدة جلسات لحسم تسمية رئيس الجمهورية ثم اختيار بطبيعة الحال رئيس للحكومة، برأيك وبحسب توقعك يعني إلى أين يمكن أن يصل مدى الأزمة التي تورط فيها كل شركاء العملية السياسية؟ يعني للأسف هو خيارين أحلاهما مر بالنسبة للشعب العراقي. إذا توافقوا وإذا نجحوا في الوصول إلى صيغة توافقية وتمكنوا من تشكيل حكومة، هذا سيعود أيضا باستمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للشعب العراقي، وستستمر المأساة 4 سنوات قادمة. لكن إذا لم يتوافقوا فمعنى ذلك أنه سيتجهون إلى الاقتتال فيما بينهم، والجهتين ما شاء الله عندهم سلاح وبإمكانهم أن يتصارعوا فيما بينهم بصدامات مسلحة قد تتطور إلى حرب يعني أهلية لا سمح الله. وقلت لك هذه الخيارين هي أحلاهما مر بالنسبة للشعب العراقي، لأنه هو المتأذي الوحيد من ما يجري داخل أروقة السياسة. أنا أتوقع بأنه سيصلون إلى حل، لأنه العدد المحتاجة مقتدى الصدر لإكمال الثلثين في الجلسة الأولى كان محتاج أعتقد 22 مقعد فقط، بإمكانه كسب المستقلين خلال هذه الفترة اللي سيحاول بها الإطار تشكيل الحكومة خلال هذه 40 يوم حتى 10 من شوال. راح يحاولون أيضا من جهة التيار الصدري يحاول أن يكسب المستقلين أكثر ويحاول أن يجمع الثلثين لحين نهاية المدة اللي أعطاها مقتدى الصدر، وبالتالي بإمكانه أن يجبر الإطار على يعني على واقع الحال ويتم اختيار رئيس الجمهورية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.